بسم الله الرحمن الرحيم امداد دند الله تعالى جعام مهربان ذات دي خاص رحم والا دي شروع کرو والذاريات ذروا قسم دي بحواغانو الوزون کو پا الوزون سرا فالحاملات وقرا بیا پورتکون کی دی بوج لرا فالجاريات يسرا بیا چلی دن کی دی پاسان سرا فالمقسمات أمرا بیا تقسیم کون کی دی کارون لرا إنما توعدون لصادق یقینا هغا چتاسو سر وعد کی دیشی خام خارشتیا دی وإن الدين لواقع او یقینا جزا ضرور واقع کی دن کی دا والسماء ذات الحبك او قسم دے پاسمان باندے چگنو سطور والا دے انكم لفي قول مختلف يقينا تاسق خبرا مختلفة كي يؤفك عنه من افك اڑول شید دینا هغه سوک چې اڑول شو قتل الخراصون تباہ کړو شو تکبانی خبرې کوونکی الذين هم في غمرة ساهون هغه کسان چې دوی په جهل کې غافل دي يسألون أيان يوم الدين تپوس کوي دوی چې کله به وي ورځ د جزا يوم هم على النار يفتنون هغه ورځ چې دوی به په اور باندې وسوځول شي ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون اوسك يا عذاب د سوزش بل دا غسيز دي چ تاسو بدا پتا دي سر وختل ان المتقين في جنات وعيون يقينا متقيان با په جنتونو کې او په چینو کې بوي اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أخي با حق نعمتنا چور كوي دوی ترب دوی يقينا دوی دين مخكو خيست عمل كونكي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودوی دير كم دشبينا چود كدلبا وبالأسحار هم يستغفرون او پا وقت پشمنی کی دوی بخنا وقتلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم او د دوی په مالونو کې برخه د پاره د سوال کوونکی او د سوال نه کوونکی به نصیب وو وفي الارض ايات للموقنين او پزمکه کې ډېر دلیلونه دي د پاره د یقین کوونکو وفي انفسكم افلا تبصرون او استاسو په ځانونو کې هم آیا ولې نه ګورئ وفي السماء رزقكم وما توعدون او پاسمان کستا سو رزق دے او حق سیز دے چتا سو سر وعد کی دیش فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون پس قسم دے پرب دا اسمان او زمک باندے یقینا دا خبر حق دا پشان داغی چتا سو خبری کوئی هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يقينا راغل لتات خبر دميل منو دي إبراهيم عليه السلام جيزت من ملمانو إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون كلا جدوی داخل شواغطا نوو يلدوی سلام قوم وسلام أغوو يلج بتاسو دي سلام وي قوم نشنا دي فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين نُبَتْ روان شوكور ولوطا نرأي وسخيم بكنشه فقربه إليهم قال ألا تأكلون نمزديك وهغدويتا أوي ويل آياتا سفرات نقول فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نفزلك فتو ساتلا يرد دوينا دي ويل ميريغا او زيري ورقل بحلق علم ولا سرا فأقبلت امرأته في صرة
فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم نمخامخ شوا بيبي ده غو پردل ده ملائكو كي نفلاسي وحل مخفل اووي ويلزم ده شند يم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم دي ويل دغشان بيت ويل درقستا يقين نغا حكمة ولا قوها دي باسغن قال فما خطبكم أيها المرسلون ويل هغا سلو الكار دي استاسو ايرا دي قلشو ملايك قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين دي ويل مونغارا دي قلشو بيو قوم مجرمان لنرسل عليهم حجارة من طين دي ده بارا چاولي هو مدوي باندي كاني جو شمي ده خطو ناخو مسومة عند ربك للمسرفين نشاندار دي پنز ده ربستا ده بارا ده حد نتي لدو فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نوست المنغاغ صورت چپاغي كيو ده ايمان والاونا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ونمندل منغا باغيك سوا ديو قرد مسلمانان وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم او پر خود منغا باغيك نخاد پاردا خلقو چيريك دا عذاب درناكنا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أو نخب واقع موسى عليه السلام كي كم وقت شغلي قلو منغا دي فرعون تب دليل كارسا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون نو گرزد فرعون فوجد طاقت قل اوي ويل جادوگر دي يا ليوني دي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم نوني ولمنغا دا فرعون او لخكر دد نو غرزا ولمنغ دوی پا درياب کی او دیو ملامت اون کی خپل زان لر وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم او نخب عاديانو کی کل چراولی گلمنغ پا دوی باندی سیلی شند بی برکتا ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم نپره خود راغی حصی چراتل را پاغی بانده مگر وی گرزو راغا پشان دا اڑو کی زره زره وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعو حتى حین او نخط ثمودیانو کی کم وقت چو ویل شدویتا مزیو اخلی تر لگ وقت پوری فعتو عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون نونا فرمانی اکللا دا حکم درب خپلنا نونی ولو دوی لرا سخت چغی او حال داده چی دوی قتل فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین نو وسی ونلرلو دو دردلو او نو دوی بدلا خستن کی وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين او هلاك منغا قوم نوح عليه السلام دبين مخك يقينا ابي قومنا فرمان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون او اسمان جو کڑے دی منغا طاقت سرا او منغا فراخون کی داغی والأرض فرشناها فنعم الماهدون أعظمك غرول دمونغا نخا غرول كي وغيلر ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أو دهر سيزنا پیدا کرد دمونغا جوڑای دید پارا چه تاسو نسيت قبول کرد ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين نو تختي الله تعالى يقينا زتاس الاراده غنا يردر كون كي اخكاري ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين او مجول ويدا الله تعالى سر حق دار دا بندگي بل يقينا زتاس الاراده غنا يردر كون كي اخكاري
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون دغشان نرات نلواغا کسانو تا چه دوین مخکی و حس رسول مگر دوی ویل جادو گرده او یالی ونیده اتواصو بی بل هم قوم طاغون آیا دویو بل توسیت کرده پده خبر بانده بلکی دوی قوم ده سرکش فتول عنهم فما انت بملوم نمخوار وددوینا نتنئی ملامت اکمشوه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أو بيان القرآن يقينا القرآن بيان والنفع وركوي مؤمنان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو ندي پیدا کلی ما پیریان وإنسانان مگر دا دید پارا چز ما بندگیو کلی ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون زن غارم دو دوين هي سروزي دو زان دو پارا او نغارم چمال دو خوراك را بلي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يقينا الله تعالى خاص غاروزي وركون كده خاون دو طاقت مصبوط ده فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون نعم كسان لراج ظلمي كده ده برخد عذاب دي پشان ده برخد عذاب ده ملگرو ده دوی ندوی دي پتا دي سر نغاڑي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون نتبعي داغ كسان لراج كفر يكده ده وجد آغ ورزي ده دوی ناج دوی سر وعده كي ديشي